في ثلاثة ناقصين. دول حبس انفراد يا فندم. هي مدة حبسهم لسه ما انتهتش؟ والله يا ما انتهت يا فندم. بس أنا قلت بدل ما نطلعهم ونرجعهم تاني، ونطلعهم ونرجعهم تاني، ونطلعهم ونرجع نرجعهم تاني، نسيبهم في الحبس ونستريح من قرفهم. وليه نرجعهم تاني؟ ما هو يا فندم سيادتك عارف إن دول أشرار ومشاغبين، مفيش يوم واحد بيعدي من غير ما يعملوا مشاكل مع المساجين والعساكر. دول يا فندم القانون قانون، فاهم؟ فاهم يا فندم. اتفضل افرج عنهم حالا واعمل نفسك ورنيك ذنب. حاضر يا فندم. انا حاسس ان انا قبل ما اتنقل من السجن ده هيجيلي ضغط دم ولوز. ثابت يا عسكري. تمام يا فندم. امشي طلع الثلاثه اللي ما يتسموش من الحبس وابعتهم لي على المكتب. وليه بس يا حصون؟ ما تسيبهم وخلينا مستريحين من شرهم. نفذ الامر يا عسكري عبد الحفيظ، فاهم؟ حاضر يا فندم. نفذ الامر في التو والساعه. حاضر يا فندم. اسمع. نعم يا فندم. ابقى اعمل لنفسك قرنيك ذنب وهاتهولي عشان امضيهولك. يدوم عزك علينا يا حصون. جاتكوا الغم. استر يا رب. مين اللي بيخبط؟ انا يا رجب بيه. انت بتهزر معايا؟ بتتريق عليا حضرتك؟ لا والله، انا بس يعني طمعان في كرم اخلاقك قلت ببحبح معاك حبتين. ما هو اصل البحبحه دي هي اللي مضيعانا معاكوا هنا. اتفضل ادخل يا شويش عبد الحفيظ. تشكر يا امير. تلزم خدمه؟ بما ان النهارده اخر يوم في السنه فعندكم افراج. نعم؟ افراج. نعم يا بيه. انتوا فاهميننا نصيه على قد ايديكم. ليه كفاله الشهر؟ امال ايه الحكايه النهارده افراج بكره حبس بعده افراج؟ ما ترسولكم على حاجه بالاتنين وتخلصونا. وانا ذنبي ايه يا بيه؟ الحكايه يتفهم فيها مع حارس الصلم جاهل. عندك حق. استنى شويه لما اشوف راي شعبان باشا في المساله دي. الو الو الو، شعبان باشا؟ ايوه يا راجل بيه، انا شعبان باشا. الحمد لله على السلامه يا راجل. نعم. زعق شويه حتى ابوك عشان الصوت مش واضح. لازم الخطوط يا سعاده باشا داخله في بعض. حاكم المنطقه دي زحمه قوي. على رايك، تصور امبارح كان عندي سهره وبعدين الويسك والشمبانيه ما كفتش. قلت اكلم محل من المحلات الكبيره عشان يبعتولي صندوق ولا اتنين. وبعدين يا باشا؟ وشرفك يا رجب بيه، قعدت اتكلم اكتر من ساعتين ماسك التليفون. الو الو يا عالم الو، لكن مع الاسف ما كانش في حراره. هنعمل ايه يا باشا؟ ما حدش بيقدر المسؤوليات اللي علينا. نهايته في حاجه يا رجب بيه. الجماعه بعت لنا مندوب عشان يترجانا نخرج النهارده. انا ما عنديش مانع، بس لازم نسال معالي رمضان باشا الاول. واجب برضه. عن اذن سعادتك لحظه. شعبان باشا ينادي البوس. حول. البوس يجيب حول. بونجور يا بوس، جود مورنينج. هو سعادتك لسه نايم مع ان النهار طلع من بدري. ما دام الاربع حطام زي ما هم مرفوعين حوالينا والخطوات معدوده والنفس محسوب، يبقى بالنسبة لنا يا باشا مفيش فرق بين الليل والنهار. أرجوك أرجوك يا باشا، كفاية قطعت قلبي. نهايته. كنتوا عاوزين مني حاجة؟ إخواننا اللي بره بيقولوا إن مدة الحبس الانفرادي خلصت. تلاقيهم عاوزين يدوا الأوض لحد تاني بخلو ورجل، ولا يمكن يأجروها مفروشة. حاكم السجن في أزمة مساكن وأنا فاهمهم كويس. الله، طب والعمل يا بص؟ نخرج نشوفهم عاوزين إيه، وإذا ما عجبناش الحال نعمل خناقة مع أي حد ونرجع تاني. تمام يا فندم. عاوزنا في حاجة يا شاويش؟ وحشتونا. خلينا في المهم. وهو فيه أهم من كده؟ الوقت من ذهب. ورانا مواعيد. رايحين سينما ولا تياترو؟ لسه والله ما فكرناش. اصل دي حاجه تتوقف على مستوى الافلام والمسرحيات اللي موجوده في السوق. انا شخصيا هقعد على القهوه اشرب معسل. تيجي معانا يا شاويش؟ يشرف يا سيدي. كان بودي يا سراجب بس مش فاضي. هروح انا حصون. ثابت يا عسكري. حاضر يا فندم. بقى انا ترجيت حضره الظابط واستعطفته عشان يفرج عنكم. قال لي ما اقدرش يا حضره الصول مجاهد. وبعدين؟ وبع انصاف يا عسكري. حاضر يا فندم. قلت له يا فندم ان كان على رمضان
فده حته سكر نبات، وان كان على شعبان فده قالب حلاوه طحينيه، اما بقى رجب فده راجل كامل من مجاميعه. كمل وخليك في الموضوع. فضل هو معصلك وانا اترجاه، هو معصلك وانا اترجاه، معصلك وانا اترجاه، لحد ما وافق وقال لي يا حضرة الصول مجاهد، انت عارف انا ما اقدرش ارفض لك طلب ابدا، روح افرج عنهم زي ما انت عاوز وعنها، وافرجت عنكم وعلى مسؤوليتي. ايه رايكم بقى؟ مين قالك تغلط الغلطه الشنيعه دي؟ غلطه؟ حد قالك ان احنا بتوع محسوبيه؟ محسوبيه؟ حد قالك ان احنا نحب الوسائط وشغل الجلجله؟ جلجله؟ يكون في علمك بقى الحبس الانفرادي ده للجدعان، واحنا بقى جدعان واجدع جدعان كمان. ما هو تغيير جو يا اخي. انتوا قصدكوا ايه دلوقتي؟ نرجع الحبس تاني، جويين حبس يا غيلس. بصراحة ابوك قبل زحمة المواصلات. يعني عايزين نرجع في كلامي واطلع عيل صغير قدام حضرة الظابط؟ برضو ما يصحش يا جماعة نكسر بخاطر حضرة الصول. طب لحظة واحدة مفكر. كذا ماذا كذا ماذا كذا ماذا كذا ماذا كذا ماذا كذا ماذا. مبروك يا حضرة الصول، احنا قبلنا الافراج. احنا ما خلصناش تعذيبك، كنت راجل صاحب عيال. يكون في علمك ان دي اخر مرة، وحسك عينك تغلط الغلطة دي تاني، مفهوم؟ فوتناك بعافية أبلسة. وبعدين بقى في مناظر الاقتصاد النفسي دي؟ ايه رايك يا بص؟ المسامح كريم، رز بالقرح. مش قادر افهم اداره السجن ليه ما تمنعش الاختلاط في المطاعم. قصدك ايه؟ قصدي الرجاله اللي زينا ياكلوا في حته والحريم في حته تانيه. ايه رايك يا بص؟ العفو عند المقدرة. لو عملوا زي انت ما بتقول الحريم مش هتوافق. اصل الحريم اجدع من اللي بالك فيهم. ايه رأيك يا بص؟ هاي. ايه ده؟ ده رز. الحمد لله انه مش قرع. ها؟ هو ده الحل الوحيد اللي هينقذ السجن والمساجين. متشكر يا فندم، مع السلامة. انا استصدرت امر من ادارة السجن لترحيلهم سجن ابو زعبل. ربنا يعمل بيتك يا فندم، اهو كده خلينا نستريح من قرفهم. جاهز عربية خدهم معاك حالا. حاضر. نعم لازم تسلمهم سجن ابو زعبل الليلة. هما مين دول يا فندم؟ هيكون مين غيرهم؟ ايوه بس يا فندم دول ايه، انت ممتنع؟ لا يا فندم، بس اصل السواقين مش موجودين
والسواق الاحتياطي في اجازه النهارده. خد العسكري عبد الحفيظ معاك. دول خاطرين يا فندم زي ما حضرتك عارف. نفذ التعليمات. حاضر يا فندم. استرها معايا يا رب عشان خاطر نعيمه مراتي والخمس عيال. ايه مالك ضرب بوز ليه؟ عجبكم الشحطات اللي احنا فيها دي؟ كل يوم من سجن لسجن لما الواحد ما بقاش عارف مصيره ايه؟ يا عم كلها سجون والسلام. بس اللي عرفناه النهارده احسن من اللي لسه هنعرفه بكره. هنا بنضربهم كويس. الله بقى انت حشينا الهم ليه يا جدعان؟ الله 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 جري يا اخوانا. ما تسيبكم من بكره ها؟ نملنا من بكره. خلينا في النهارده الليله دي، احنا الليله دي لازم نعيش. احنا الليله دي لازم نعيش من غير قدر، من غير الم، من غير شويش، ولحد بكره جاي حاسبنا راح نقول الليله دي هي بقيه العمر كله، والعمر كله ليله حلوه ما تتنسيش. علشان كده انا نفسي في حاجه. نفسك في ايه يا فيلسوف؟ افراج؟ هروب؟ ولا سرحان؟ افراج صحيح، عندك نفوذ. امتى وفين ما تقول يا جبان؟ افراج؟ حكاية الافراج دي انا نسيتها من زمان. انا نفسي انام على الارض، امد رجليا واشوف النجوم كلها، وانا ببص من شباك الزنزانة بشوف تلات نجوم بس مفيش غيرهم بيقطعهم حديد الشباك. نفسكش في السماء وابص للنجوم كلها، مصحاش على صوت السلاسل واصحى على الشمس. الشمس الشمس هي اللي تصحيني، لكن انا عارف ان ده حلم مستحيل، وعشان كده انا نفسي في حاجه تانية. اعيش من غير امل وانام من غير ما احلم بالقفة والجبل. ربنا يسد نفسك، ولا بتحلم كده؟ ده انا كنت اطق وافطس لو شفت الحلم ده. عندنا حلم تاني؟ في ايوه عندنا. القلب لما يندم بيفكر في الامل، ولازم احنا نندم ونعيش على امل. امل بينا وبينه اكتر من 100 سنة، انا بحلم بيه ليلاتي من شباك القضا، وانا واقف اعد واحسب ذنوبي في الفضا، الاقي الصبح جاني سقوني عالجبل، اقطع فيه واقول له ساعدني 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 يا جبل، واخلص عشان اخلص مشوارك بالعجل، وارجع للدنيا كفر عن كل اللي حصل. عمري عمري ما سمعت منه ولا همسة امل. ربنا يهد حيلك. هو انت جاك وجع؟ كم حلم زي دولة ونفسك ينقطع. انا كل ليلة بحلم لويسة محمرة وانت حلوة جنبي خدودها مدورة، جايبة تفاحة حمرة من صنف الاكسيرة، ارميها واقول لها امشي هاتي واحدة مقشرة. كل ليلة بيحلم لويسة محمرة من نفسي وبنت حلوة جنبه خدودها مدورة، جايبة تفاحة حمرة من صنف الاكسيرة، ارميها واقول لها امشي هاتي واحدة مقشرة. زهقت خلاص يا اخ، ده انا بضرب بيك مثل. لما نفسي ابتدي تاني حياتي واشتغل. طب ما احنا ليل نهار اهو بنحول بالغلق، لما الواحد جنابه قربت تتمزق. اهو ده اللي انا عايز اقوله، انا وانت بنشتغل كسر الجبل ويشيله، ما هو برضه ده عمل، في ناس بيشيلوا منه ويطلعوا بنا، واحنا من غير ما يدروا بنساهم في البنا مع شيء من الامل. الامل ان انت تبني وتشوف اللي اتبنى، لكن انت مش هتلحق ولا هو ولا انا. صحيح الخطوة مرة لكن ده ذنبنا، والذنب بين ايدينا ورانا وجنبنا. صحيح التمن غالي
ولازم ندفعه علشان نقدر نقرب من رحمة ربنا من رحمة ربنا من رحمة ربنا. بس اللي نادي لازم نعيش لازم نعيش من غير ندم من غير ألم من غير تاويش من غير تاويش. بس اللي نادي لازم نعيش لازم نعيش من غير ندم من غير ألم من غير تاويش من غير تاويش. ده العمر كله ساعة حلوة بنت ليلة ما تتنسيش. جاهز يا حصول. حصول مين بقى يا ابني؟ ليه كفالة الشر؟ انا حاسس ان من بكره الصبح هكون عسكري ودرجه ثالثه كمان. معلش ربنا يديك الصحه. يا خساره مالكمش في الطيب نصيب. سيبهم بكره يندموا. طب بالشرف ابو زعبل كانوا عاوزيننا نقدم لكم استغنى من زمان ونروح لهم، بس احنا ما رضيناش نسيب السجن اللي تربينا فيه. اصلنا الطيب وتربيتنا العاليه تمنعنا نعمل حاجه زي كده. الله يرحم الناس اللي كانت بتقدر. مش كده ولا ايه يا حضره الصول؟ يا سيدي ربنا يصبرنا على فراقكم. الله ايه ده؟ يظهر ان مفيش نصيب نفترق. وقفت ليه يا عسكري يا عبد الحفيظ؟ عربية اللي وقفت حصول. يبقى ليلتك منيلة بستين نيلة يا عسكري يا عبد الحفيظ. ده سيارة وهي تدور يا حصول. ننزل نزق يا حضرة الصول. واجب علينا. أي والله فكرة. ثابت منك له. لا خلي السلاح ياخد ويدي وياكم. على ايه؟ خليه مستريح. طب صحوني قبل ابو زعبل بمحطة عشان ابقى اخد باقي التذكرة من حضرة الصول. انا اللي هاخد عمركم الليلة دي باذن الله. هو ماله زعلان ليه؟ متفهمش. من يوم ما دخلت السجن ده وانا حاسس بمصيبه جياني. يا لطيف يا لطيف. ايه دارت كمان حصول؟ شد حيلك شويه يا ابني. قطعت نفسي. ايه دارت لسه كمان حبتين. دارت الله دي ما تتحركش. مزوق يا حصول. حصول جرايح حصول. ما تاخد نفس كبير وزق. وهو معقول تبقى انت وهم ورايا ويفضل فيا نفس؟ وانا ذنبي ايه بس؟ ما دام ما تعرفش تسوق يا عسكري قبلت المهمه دي ليه؟ ايه بحصول؟ ده انا معايا رخصه. هي دي المصيبه. كل واحد معاه شهاده يفتكر نفسه متعلم، وكل واحد معاه رخصه يفتكر نفسه سواق. وادي النتيجه. عرقتني في عز الشتاء الله يخرب بيتك وبيتهم. الله ما تخليهم يزقوا بدالك وانت تغيبهم بالسلاح لحد العربيه ما تقوم. الاكد ان انا من يوم ما اشتغلت معاك وانا حاسس ان انا ضايع، ومن يوم ما شفتهم ولاد الابلسه دول وانا متاكد ان انا مفقود. انزل قدامي منك. له له له. ياه وصلنا بسرعه كده. وصلنا ايه يا غبي اذا كانت العربيه واقفه؟ ما هو يا جاهل العربيات الجديده كلها كده.
من كتر سرعتها بيتهيألك انها واقفة. يا سلام، معقول الكلام ده؟ معذور، هتعرف الحاجات دي منين اذا كنت مولود في السجن؟ خلصت من نقرة؟ دي مناقشة علمية يا حضرة الصور، واذا كنت عاوز تشترك مفيش مانع. يلا بلاش تواضع منك، له 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 فزوم. يلا يا عسكري عبد الحفيظ. يا سلام، قد ايه الحرية حلوة. انت ايه اللي خلاك تفتكر الحكاية دي دلوقتي مع اننا نسيناها من زمان؟ من زمان وانا نفسي اغمض عناية وفتحها ما لقيش للصور العالي حواليا ولا اخواننا اللي بالكم فيهم واقفين يراقبونا. هو صحيح دلوقتي الصور مش موجود، لكن اخواننا واقفين زي ما هم وفي ايديهم حاجات ما تطمنش. يلا انت هو زقه، خلي العربيه تدور. يلا اللي يحب النبي يزق. الف صلاه عليه. عايزكم تزقوا بكل قوه، مفهوم؟ دلوقتي تشوف نفسك. يا ولاد الابلسه، العربيه ما تمشيش على الصول. خلي عندكم ضمير وزقوا. وهو في اكتر من كده زق حصول؟ انا عيلان انخلعت وضهري انكسر. ويا ترى عامل بوليس التامين؟ لا، عندي شهاده استثمار. مفيش فايده حصول. طب امسك السلاح بدالي وفتح عينيك كويس على ما اوصل اشوف فيه تليفون ولا لا. سلام عليكم. ثابت منك لو داني عبد الحفيظ والاجر على الله. وحياتك مفيش تليفون هنا ولا في الحته كلها؟ ودليلة ايه دي بس يا رب؟ في حاجه ضروري؟ معايا ثلاث مساجين كان لازم اوصلهم سجن ابو زعبل للادي، وبعدين العربيه اتعطلت. لا حول ولا قوه الا بالله. وناويين تعملوا ايه؟ مفيش غير ان ابعت العسكري اللي معايا ابو زعبل يجيب لنا نجده. صحيح، ما حدش مستريح ابدا في شغلته. انا اللي طول عمري حظي وحش. طب ما تتفضل عندي انت واللي معاك، تخدم عندي فنجان قهوه ولا فنجان شاي لغايه ما ربنا يفرجها. نتفضل فين؟ في بيتي، ما انا بيتي قريب من هنا. ايوه بس اللي معايا دول اشرار ورد سجون. يا سيد ربنا اللي عالم بالعباد وكل شيء بصوابه. يعني مش هنضايقك؟ يا سيدي ما هي البيوت بيوت الله، وهنسلي بعض شويه. ده حتى احسن لي انا كمان عشان ما يهربوش مني. اسيح دم طوالي واخلي اللي قدامي يعيط. انت يا عسكري يا عبد الحفاظ. نعمين حرصون. عايزك توصل ابو زعبل حالا وتجيب لنا نجده. ازاي حرصون؟ الدنيا قربت ليل ونادر لو عربيه مرت من هنا. يا عسكري يا عبد الحفيظ. افندم نفذ الامر. وانتوا قدامي على فين؟ هطفحكم شيخ وصرف جدتكم. شاي ايه يا راجل؟ هو احنا عندنا وقت الكلام فارغ زي ده؟ عاوزين نوصل ابو زعبل في ميعادنا. ولا عايزهم يقولوا علينا ناس ما عندناش كلمه وموعدنا فالصه، ومش بعيد كمان يكونوا مكلفين خاطرهم وعاملين حفله استقبال. يا صبر ايوب اطمن، انا هبعت نيابه عنكم تلغراف اعتذار عن التاخير. ان كان كده معلش اتفضل قدامنا. ودي تيجي انتوا الاول. يلا. ها ها. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. نسيت فضلك يا راجل يا امير. اهلا يا حته سكره. الله يبارك يا ابو اصل. طيب اتفضلوا اتفضل يا اخي اتفضلوا. اهلا اهلا وسهلا. يا ترى مين اللي جه يا ماما؟ لازم سامي وعمه. صحيح. دول يا بنتي دول مساجين. يا نهار اسود، يكونوا شغلتوا وافتكروا بيتنا قرمدان. غلطوا ايه بس يا ماما؟ دول جايين مع بابا. انا عارفاه، طول عمره جلاب المصايب. تعالى تعالى هنا تعالى. على فين يا ولاد الابلسه؟ مش شغلك سيبهم يتصرفوا. لا، ما هو انا لازم اعرف كل حاجه هنا. شوف بقى بصراحه، انت زودتها وانا استعملها كتير. قصدك ايه؟ قصدي اقول مفيش مانع اخد فيك تأبيدة تاني ويبقوا 120 سنة وهم شهود الجريمة في البيت والحمد لله. يعني مش هنتعب في حاجة. خليكم انتوا في شغلكم ما تضيعوش وقت. ورايا يا رجالة. Yeah.
اسود، ايه اللي هتهببوه هنا؟ هنكتشف حاجة مهمة. حاجة ايه؟ بترول. بترول هنا في المطبخ؟ بص ولا كلمة. حلاوتك يا رسيم يا هايل. شوف قسما عظما. ثلاثة بالله العظيم. يا ولد أبلسة خطيبي اذا جه هو وعمه شافوهم هنا. حقا يا بنتي دي تبقى مصيبه. ان كنتوا عاملين حساب كده ما تخافوشي، مش هيوصلوا الليله، هيجوا بكره الصبح. مين الناس دول يا بابا؟ حتى انت كمان اتفضل قول لها يبقى مين الناس الاكابر اللي بره. ضيوف وجايين يزوروني، ثم ده بيتي وانا حر فيه. طب وديني وما اعبد. مفيش داعي تحلف، الاكل خلص خلص. اهلا اهلا، اتفضل يا اخويا اتفضل. اهلا اتفضل يا اخويا اتفضل. اتفضل يا اتفضل يا اخويا. محشي محشي محشي. اتفضل يا اخويا انت. متشكر يا حاج، ماليش نفس. الحقني يا حاج. انكشفتوا يا ولاد الابلسه يا حاج. خير يا حاجة؟ الاطباق يا حاج. مالهم؟ واحد كان فيه فراخ وده فيه محشي، وكانوا جوه التلاجة والتلاجة مقفولة. وبعدين؟ لقيتهم في المطبخ وفاضيين. فاضيين؟ شيء طبيعي يا ست هانم وبيحصل كتير. انت نسيت ان ربنا قال يحيي العظام وهي رميم؟ وهو حد ينسى كلام ربنا؟ اهي الفرخة دي كانت رميم وربنا احياها. سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. تسمحي لي اقدم نفسي؟ تسمح لي انت اطلع؟ مش قبل ما اقدم نفسي واستريح، ولا عاوزه تعقديني يعني؟ اتفضل. انا رمضان باشا 101. وانا رجب بيه 3 ستات. الله. شعبان باشا 98 وشرطتين. اسم والدك 98 وشرطتين؟ لا دي المؤهلات بتاعتي، قصده عدد السنين المحكوم عليه بيها. محكوم عليك ب 98 سنة؟ هما كانوا في الأول 25، وبعدين فضل يترقى يترقى لحد ما وصل المركز ده. كله بالعرق والكفاح. ما اعتمدناش على حد أبدا. واضح. أهلا وسهلا. إحنا ما تعرفناش بالست يا حاج. الحاجة تبقى الست بتاعتي. مش معقول. قول كلام غير ده يا حاج. ليه كفل الشر؟ لأن اللي يشوف الشباب ده كله يستحيل يقول إنك متجوزة. امال ايه؟ متطلقه. بعد الشر يا اخويا، ده انا بنتي بقت عروسه. طب الشرف لولا احنا واثقين في الحاج وكلامه. شايف الكلام؟ ما كناش صدقنا. يا ولادي الابلسه. طب وحياه النبي قلبي حبكم، وصعبتوا عليا كمان. مقدر ومكتوب على القفا يا استهانم. معلش يا حبيبي، ربنا يصبركم. يا مالنا شاي يا حاجه. لا 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 لا، ارجوك الا حكايه الشاي دي يا حاج. ليه لا؟ اصل الدكتور منبه علينا ما نشرب شاي قبل الفطار. يكونش قصدك تقول العشاء يا ابني. لا استهانم، الفطار اللي الواحد بيمسح بيه زوره قبل ما يقوم من النوم. لكن احنا بقينا نص الليل. والله العظيم كدابين، مفيش حد في السجن بياكل قدهم. يعني انا كداب يا حضرة الصل؟ لكن معلش هقول ايه، مادام انت القوي واحنا الضعفاء، انت العظيم واحنا المساكين، انت الظالم واحنا المظلومين. اي قلبي كرمتي، انا مت والله انا مت. رمضان حبيبي كلمني يا رمضان، رد عليا يا ابني. انا مت. قتلته يا ظالم. انا قضيت على حياته يا مفتري. انا لكن معلش، في رب اسمه منتقم ومصير جهنم تجمعنا، وساعتها ربنا يقدرنا على رد جمايلك.
يا ولاد الابلسة. والنبي كان دمه خفيف ومشايل للدنيا الفتحة ان ربنا يرحمه. الاكد ان المرحوم صعب علي من كلامه وكنت ناوي اسوي له الديك الرومي اللي في التلاجة. رومي؟ مين الرومي؟ بينك يا زمان اي والله زمان اي والله زمان بينك يا زمان اي والله زمان اي والله زمان وعشتنا القعده في وسط اللمه مع الخلاف بينك يا زمان اي والله زمان اي والله زمان مع كلمه حلوه وقلب حنين تحلى الدنيا وتبقى امان بينك يا زمان اي والله زمان اي والله زمان من اهل الدنيا يشوفوا الدنيا فيها الخطوه بمتفدان بينك يا زمان اي والله زمان اي والله زمان لو عرفوا الدنيا وقيمه الدنيا ما كانش لحد يخش له مال فينك يا زمان اي والله زمان اي والله زمان فين الاطباق فين السلاطين فين السربين عندكوا رفين فوقهم طقمين جوه القوفين سكاكين المطبخ محطوطة فين طب السكاكين عايزينهم ليه امال الارض بشوطه ايه الارنب استوى خلاص باين عليه كان ابن ناس روحانة المحشي المحشي وصفيحة الطرشي الطرشي وما تتلكاش تكاشي انا جبت الفرختين ولقيت فوقهم بالطين دول بقى زوجات زوجين من لولو واحد لاتنين الظاهر والله اعلم دول كانوا ضرتين حديد وبعيد حديد وبعيد حديد وبعيد ما تفولش لا سمح الله ترى ايه يا ماما ده ما يقصدش انت جلياط انت سبسط وملامزك سايبه وعايزه رباط الاكل يا جماعه السفره اتهيأت وانا بطني بقى لها ساعه عصافيرها زقزقت بسم الله بسم الله والعشوة اعظم بالله بسم الله بسم الله والعشوة اعظم بالله لا مؤاخذة يا بطاطس انا بجري والله بسلة بسم الله بسم الله والعشوة اعظم بالله ويا موزة من البغدة يا حلاوتك بالجنان بسم الله بسم الله والعشوة اعظم بالله والقوطة محطوطة على مفرش بالدنتلة بسم الله بسم الله والعشوة اعظم بالله عندنا صحين عدس بجبة عدس 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 انت بتقول عدس يا ظالم ده مش معقول انت بتقول عدس يا ظالم ده مش معقول ده احنا واكلين عدس يغطي موسم محصول ده مش معقول خشي لي على المحشي وهتشطه جبتي لي على المعده وحراقه دي بتهضم دبشه هات الفلفل انا عايزه وحوح اشواقه اصل احنا زمان كنا فوارس من زاحم اجدع زواقه ده مش معقول بينك يا زمان اي والله زمان اي والله زمان بينك يا زمان اي والله زمان اي والله زمان بينك يا زمان اي والله زمان اي والله زمان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تعالى يا راجل فك عقدك ولين وسطك شيل ايدك يا مسجون لك سر مسجون اسمحي لي بالرقصه دي يا مدموزيل خفيف قوم يا حاج عيب يا حاج يا اخويا قوم ما تصحش يا حاج والنبي صح
رقصة قصيرة تمنع بلاوي كتيرة. هنيالك يا اللي ترقص الغلابة والمساكين. وماله يا ابن ارقص وكله بثواب. خير يا مراد يا ابني، عملت ايه؟ ما قدرتش اجمع ولا قرش يا حاج. رحت لكل الناس اللي قلت لك عليهم؟ ايوه يا حاج، لكن مع الاسف ناس منهم كانت بتنكر نفسها، وناس كانت بتشكي لي العذر قبل ما اتكلم. يا ريتك رحت للالهام، اكيد عندها فلوس. رحت لها يا حاج. كعب البنت يا ويلي محني، والساج الفضة جنني. كعب البنت يا ويلي محني، والساج الفضة جنني. من كل خل يدور مني، يتلقاه جبه المنور. كعب البنت يا المنور، يا ما خالك يا ما صور. كعب البنت يا المنور، يا ما خالك كعب البنت تقول عنها بي، والخطوي هتلين عتابي. كعب البنت تقول عنها بي، والخطوي هتلين عتابي. بينور من عقب الباب، وانا بابي يملى عقب مجور. كعب البنت يا للنور، يا ما خالك يا ما صور. كعب البنت يا للنور، يا ما خالك يا ما صور. كعب البنت يا والي رقيق، وانا قلبي للحسن رقيق. كعب البنت يا والي رقيق، وانا قلبي للحسن رقيق. لقرش له بالورد طريق، لاجل الورد يبان متعطر. كعب البنت يا للنور، يا ما خالك يا ما صور. كعب البنت يا للنور، يا ما خالك. كعب البنت يا وهدي يا ويلي، بيغني لي يا ليلي يا عين. كعب البنت يا وهدي يا ويلي، بيغني لي يا عين يا ليل. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. يا ليلي 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 يا ليلي. كعب البنت يا ويلي يا ويلي، بيغني لي يا عيني يا لي. كعب البنت يا ويلي يا ويلي، بيغني لي يا عيني يا لي. حير بالي وسهر ليلي، خلاني في الحب اتهور. كعب البنت يا للنور، يا ما خالك يا ما صور. كعب البنت الحاج بتاعك ده فاكرني بنك تسليف. الراجل متعشم فيكي. عشم ابليس في الجنة. البيت والمحل مرهونين، واخر يوم في الرهن بكرة. ما تتصوريش اللي ممكن يحصل للحاج لو الفلوس دي ما دفعتش الصبح. ديتا هيمشي في الشارع ويقول عشان عليك يا رب. وده يرضيكي؟ وماله يا اخويا، ده اليومين دول حتى المشي رياضة. يا خسارة،
نسيت انه صرف عليك دم قلبه وانك السبب في الدنيا اللي هو فيه. حلاوتك وانت بتشخط. قصدك ايه؟ قصدي انك وقت تعب. عن اذنك. اسمحي. مش هسمح لك الا لما تعتذر لي على اللي عملته فيا. اسف. لا، اعتذار تحريري. انت كان عندك الشجاعة ورفضت، لكن عمك الحاج طب زي الجردل. تعيش وتاخد غيرها. عامل لي رئيس حضرتك يا ختي، ما تيجي انت وتفرجنا. اه يا نار، من حسن حظكم ان انا دلوقتي في الخدمة، والرأس اثناء الخدمة ممنوع منعا باتا. الحاج اتأخر قوي يا جماعة، تلاقيه بياخد ويدي مع مرات في الشغل زي عوايده. وهو ده وقته، وانت مالك منك؟ له له له، اجري انده يا رجب. من انا يا باشا. انا اللي صعبان عليا، الحاجة ولادي هيروحوا فين دول بعد ما يجي جابر بكرة الصبح ويحط ايده على البيت؟ مش عايز اشوفك متضايق يا حاج، انا محوش قرشين لوقت عوزة وهو ده وقته. لما اغزى انا كنت جاي اندهلك يا حاج، وبعدين مرضيتش اقطع كلامكم. اتفضل يا ابني اتفضل. بس يمكن في كلام سر ولا حاجة. ما خلاص يا ابني، كلها كم ساعة وفضيحة الحاج تبقى في الجرانين. كلام ايه ده يا حاج؟ ده كل عقدة وليها حلال. الا العقدة دي. طب ده العبد لله اللي قدامك ده كان مليان عقد، انما ايه؟ حاجه من اللي قلبك يحبها. وبعدين فكيتها كلها وشرفك، وادينا اهو من غير ولا عقد. مش كده يا مراد؟ أوي. هقدم زيهم لساني لما يجي، ولو اني زعلانة منه. ليه؟ كان نفسي يكون معايا الليلة دي ونستقبل مع بعض السنة الجديدة. العمر قدامكم، وإن شاء الله تستقبلوا سنين أحلى وأحلى. عقبالك يا مراد. أنا؟ إيه؟ عايز تقول إن قلبك خالي؟ ما فيهوش حاجة كده ولا كده؟ يا ريته كان خالي، كنت استريحت من عذابه. اغسى عليك يا مراد، بقى الحب عذاب. طب ده مفيش في الدنيا كلها اجمل من انك تحب. كون الواحد يحب ده شيء سهل، امال ايه الصعب؟ انه يتحب. مراد. انا قلت حاجه غلط؟ لا، بس دي اول مره اسمعك تتكلم فيها عن حاجه غير البيع والشراء. امال سامي بيتكلم في ايه؟ سامي ده حاجة تانية. عليا النعمة حتة واد عين مسواش يا تسهال، وقال ايه مربيلي شعره عامل لي صرصار. قصدك خنفس يا حاج؟ انا عارف ايه، كلها حشرات والسلام. لكن هما بيحبوا بعض للدرجات يا حاج؟ من ايام ما كنا صغيرين وحبنا بيكبر يوم عن يوم. بذمتك يا مراد، في الدنيا كلها حب اجمل من كده؟ منى. حاضر يا ماما. عن اذنك يا مراد. المهم ما تنسوش من الفرح تبعتولنا ازازه شربات. نادر عليا لاسالكم السجن بحاله. الله. يلا يا رب يلا. مساء الخير. اهلا، انا اسمي رمضان، وزمايلي في النادي بيدلعوني وبيقولوا لي يا باشا. النادي ايه؟ النادي اللي احنا لابسين اليونيفورم بتاعه ده. فهمت. تعرف ان باين عليك لطيف قوي. متشكر. وكمان باين عليك بتحب الورد قوي. ومدام قوي، ليه تسيب غيرك يقطفه وانت واقف تتفرج عليه ورافع ايديك لفوق؟ باهت والقيناها. ازاي؟
عشان مش معقول المعلم جابر قلبه يطوعه ويعمل حاجه زي دي، مادام سامي ابن اخوه يبقى خاطب منى. ده راجل انتهازي ما عندوش ضمير. الفلوس اللي بيزلني بيها دي بتاعه الواد ابن اخوه وهو مكوش عليها بايديه واسنانه للدرجه دي؟ تصور لو انه مسلفني بالفايض الجنيه باتنين. مادام كده يبقى في الاخره اكيد هيجي عندنا في جهنم، وساعتها اوعدك يا حاج ان انا هرقصهولك على واحده ونص. يا جدع انت، هو انت ما بتتهدش؟ انا عايز افهم انت غيران مني ليه؟ انا مفروس مني ليه؟ انا تعرف ذوق زيي؟ كاسمك حلو زي كاسمي؟ معلش يا سي شعبان، هقتله واخلص عليه. لا 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 يا حاج، عمر القتل ما بيحل اي مشكله. صحيح بتحس براحه وانت بتقتل غريمك، لكن راحه كدابه ما بتدومش غير ثواني معدوده، ويبتدي بعدها الالم والندم بيفضلوا معاك لنهايه العمر. غريبه، انت اللي بتقول كده. يا ريتني في يوم من الايام لقيت حد يمنعني من اللي عملته يا حاج. كان ليا اب وام واخوات، ابويا اتلم عليه ولاد الحرام وحرمونا منه. انا ما بقتش قادر اشتري كتاب اذاكر فيه. امي واخواتي بقت عندهم لقمه العيش زي كتبه ابريل، ما بيصدقوش انها في ايديهم من قلتها. قلت اروح اترجى ابويا تاني، يمكن كتر الرجا يحنن قلبه. انا واخواتي عاوزينك، محتاجين لكل قرش من عرقك تصرفه علينا. ما كفايه بقى قرفتوني السنين اللي فاتت لما اديته حيل. يابا احنا مالناش غيرك يا اخويا. انت الراجل خليه يشوف ثوبين. خلاص انت مش شغلك. طب ايه يا واد، انت مزعلي؟ ما يابا وحل عنا بقى. ابويا مات والرقاصة ماتت وانا دخلت السجن. ووالدتك واخواتك عاملين ايه؟ بقالي كتير معرفش عنهم حاجة. طب وناوي تعمل ايه بقى معاه يا حد؟ ساعات افكر في اني اقتله واسرق الشيكات والعقد اللي عنده، لكن الاخ رجب بيقول لي بلاش. والله عيني العقل. عالي مين يا شاويش؟ اقتله يا حاج واتكل على الله. يا ولاد الابلسة، هتودوا الراجل في داهية. ما هو كده رايح وكده رايح. ايوه انا بس مش عارف الطقس عندكم في السجن عامل ايه. والله يا حاج لاجل الصراحة، هو حر جاف صيفا، دفيق مقرف شتاء، ولازم تكون حاجز لان الزباين كتير قوي اليومين دول لدرجة انهم بيجيبوا وسايط. وغير كده انت ما عندكش خدمة سابقة، وهيعتبروك مستجد ويعاملوك معاملة هايفة ما تليقش بمقامك. ما تقدرش يا شاويش عشان خاطر العيش والملح اللي كان في بيته تعمل له واسطه وتنقله الفرع بتاعنا؟ هو كان يتسجن عشان انقله. اهلا يا معلم جابر. ازيك يا حاج؟ تسلم وتعيش يا اخويا. وازاي الحاج؟ بخير، ده هيفرح قوي لما يعرف انك جيت. ما انا عارف. ابو
اهلا اهلا سامي يا اخي مرحبا. اتفضل استريح لما ادي خبر للحاج. قوم قبله ولا يهمك، اذا حد منهم ضايقك احنا نوضبه. وانت مالك منك له تتدخله في المسائل الشخصيه؟ لا الحاج بقى مننا وعلينا. اعمل معروف يا حاج، مالكش دعوه بالعيال دول، حاكم اللي يمشي وراهم يروح في ده يا طوالي. طب ما تخليك ورانا يمكن ربنا يسمع منك. غرا ايه يا حاج، انت قاعد هنا والمعلم جابر قاعد بره من الصبح. يا ليلى يا ليلى يا اخويا بسرعه. وانا حدي خبر لمون. ضبطنا يا معلم. اهلا اهلا اهلا. القلوب عند بعضها. لكن احنا ما تعرفناش بالاستاذ. انا القانون. نعم قدمني يا معلم، خلي الحاج يفهمني. حضرته اكبر كاتب محامي في البلد كلها. بيري ميسون بتاع كفر بيتون بليس. ولمض بالوراثه. والده الله يرحمه قاعد على ترابيزه المحكمه الكليه 30 سنه لحد ما دفنوه تحت. والمزمزيه امه. يا معلم لغايه ابويا والطب. ما فين الفاميليا انكل حاج؟ الفاميليا زمانهم جايين. لكن ايه اللي معاك ده؟ ده جيتار. جيتار بألف عليه اعظم سيمفونية عرفتها البشرية. سيمفونية اسلت الزين اسلت الزين على الزيزة اسلت الزين. ما شاء الله ما شاء الله. وليه التعب ده؟ بسلامته ناوي يهاجر، هيروح امريكا. اعمل ايه يا انكل حاج؟ الفن بره هيموت من غيري، هيموت. ازاي يا ابني؟ تصور يا حاج بيه، البلد خلاص ما بقاش فيها بنات. مالهم البنات؟ عقد يا انكل حاج عقد. تيجي تبوس واحده تقول لك قبل ما تبوسني لازم تجيب اسمه ايه ده اللي لابس عمه وماسك في ايده دفتر وبيكتب فيه المخالفات. المأذون. ايوه هو ده، هو هو. امال عايزه تبقى سلطه؟ مش سلطه يا انكل حاج، مش سلطه. امال ايه؟ لازم يكون في حريه بوس. انا اطالب بحريه البوس، عشان كده انا مهاجر بلاد بره، عشان انشر رساله البوس في العالم كله وافك عقد البنات. كده برضه توقعني؟ وانا كمان عايز اتفرج زيك يا اخي. وضح حسكم هتودونا في داهيه، الله يخرب بيوتكم. اكيد الواد سامي ده له شغلانه ثانيه. ايه؟ اهلا يا منى. اهلا. مساء الخير. هلو يا منى. عقد. ايه حكايه امريكا دي يا ابني اللي سمعتك بتقولها؟ بسلامته هيهاجر من البلد، اصلها مش عاجباه، ما فيهاش حريه بروس. والبنات في يونكات. عقد يا ميسس حج. ايوه يا ابني، بس بنتي هتوحشني قوي، اصلي مش متعوده انها تسافر حته بعيده بالشكل ده. وايه اللي يخليها تسافر يا حجه؟ لما يتجوزوا يا معلم. ما احنا صرفنا نظر عن الحكايه دي خالص. صرفتوا نظر؟ متضايقه من ايه يا حبيبتي؟ الجواز ده بقى موضه قديمه، بلدي، الحب وهم، الجواز هم. مفيش احسن من ان الواحد يعيش حر، حر في حياته، حر في تصرفاته، حر في هوبلس. عقد. ما تعملي زيه يا عروسه. قصدك ايه؟ قصدي يعني تمشوا على الموضه. الموضه تبقى في بدله، في فستان، في جزمه، مش في الدين والشرع. ايه التجوه دي اللي نزلت على نفوخك؟ دي بنت الحاج ياسين يا معلم، اللي ما بيسيبش السبحه من ايده. ما تفضونا بقى من جزيره. عن اذنكم. تسافر بالسلامه يا استاذ سامي. غريبه. منى زعلت. مع اني والله كنت ناوي افك عقدتها. والله ما حد معقد الا انت. بريميسون رد على الليدي حاجه. استاذ متولي. القانون يحتج. وده يطلع مين بسلامه؟ اسالي عنه المعلم ولا اعرفه. قدمني يا معلم، خلي الحاجه تفهمني. حضرته اجدع كاتب محامي في البلد كلها. بريميسون بتاع كفر بيتون بليس. ولمض بالوراثه. والد الله يرحمه قاعد على ترابيزه قدام المحكمه الكليه 30 سنه لحد ما دفنوه. بالترابيزه؟ من غيرها. والمزمزيه امه. يا معلم لغايه ابويا وستوب. الواد ده كل ما تيجي سيره امه بيتعفرت ليه؟ انا متاكد ان ربنا بعتنا هنا لولاد الحكمه، هو عارفها. وايه هي بقى؟ بقول لك هو عارفها مش انا. انتوا كمان هتتحشوا في ربنا وفي حكمه.
طيب. اقعد اقعد استريح. تفضل الشاي يا حضرة الصول قبل ما يبرد. اشرب اشرب اشرب. روق اعصابك. الشاي ده متغير كده ليه؟ والنبي مش معقول. قول كلام غير ده. ايوه ايوه ايوه. يا عيني يا عيني يا عيني. انا قلبي مش مطمن واصل. ايه الهبد ده يا حاج؟ ما قلت لك العلم عند الله يا معلم. يا معلم انا سامع صوت حد جوه. انت عندك ضيوف يا معلم. القانون مش مستريح. ما تتكلم يا حاج. هقول لك ايه بس دول اصلهم. سلام عليك. وي وي وي. مبروك يا حاج. شوف انت عملت بيتك تخشيبه. لا 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 فتح. شوف مين بيكلمك. لا ما هو احنا ناس لينا وزننا في المجتمع. واذا كنتش مصدق بيننا وبينك الميزان. اوعى انت يا جماعه ده عيل وغلط لازم تسامحوه. ده لازم يتسامح. ده ده القانون يحتج. اقعد يا ضيع. اقعد. عجبك البهدله دي يا حاج؟ لكن معلش كل من له دين ياخده وكل من له نبي يصلي عليه. عليه الصلاه والسلام. ممكن نتكلم على انفراد؟ نتكلم. ما نتكلمش ليه؟ اتفضل. قدام يا حاج. وراه يا معلم. انا مش ههدى وارتاح الا لما اعرف مين الناس دول اللي في البيت. مش بعيد يكون جايبهم مخصوص عشان يقطعوا رقبة المعلم ويقتلوه او يخزقوا عينه ويحولوه. كلام ايه ده يا استاذ لماضة؟ القانون قانون يا حاج، ولا بد من معرفة نوع الجريمة من الان حتى ينبري الدفاع. يصول ويجول. يا سلام يا سلام يا استاذ يا سلام. يا جماعة الحكاية مش محتاجة كل ده. انا هقول لكم دول يبقوا مين وامري الى الله. ايه الاخبار؟ البنت نازلة عياط. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ريت الواحد فاضي. كنت هتعمل ايه يعني؟ احبها والقزم اللي هي فيه. يا اخي ليه؟ انا؟ تسمحوا لي يا اساتذة اقدم لكم اسفي واعتذاري. اهو انت دلوقتي بدأت تفهم نفسك. لكن انا معذور. منين كنت اقدر اعرف شخصياتكم العظيمة؟ تعترق علينا جدع انت؟ مين اللي اتخلق وعنده الشجاعة عشان يتريق على ثلاثة فنانين كبار عظام زيكم؟ فنانين؟ ما تحاولوش تداروا او تنكروا. الحاج قال لي على كل حاجة وعلى الفيلم اللي هتصوروه في بيته كمان. ايه؟ مش تقول كده من الصبح. في الحقيقة يا استاذ سامي ما دام الحاج لسانه فلت واعترف احنا مش هنقدر ننكر. اتفضل استريح لان الكلام هياخد ويدي. اتفضل اتفضل. متشكر. في الواقع يا استاذ سامي يا سيدي المعلم انا ربنا قدرني وقدرت اجمع قرشين يغطوا الدين من غير الفوائد الكبيره اللي انت حاسبها عليا. وبعدين بقول تاخدهم دلوقتي وادي لك كمبياله بالباقي. انا ما عنديش فصال يا حاج، وكمان ما كسرش دماغي. الشيكات معاي والمحكمه بتشتغل الساعه 8:30 صباحا. احنا مش بنظلمك يا حاج، لكن القانون بيقول كده. يا تدفع يا تتوكل على الله وتسيب البيت مشكورا، يا اما تتكرم بقى وتتسجن حسب المادة 21 من باب سلفني وسلفك. هي دي عقدتنا. بقالنا 10 سنين بنلف وندور في كل حتة علشان نلاقي وجه جديد ينفع لدور البطولة، ما احناش لاقيين. مستر هيتشكوك انتوا حظكم الليلة من السما انكم شفتوني. انا لقطة. انا تحفة. انا اعنف ابتسامة على الشاشة. مبروك مبروك عليكم. انا يا سلام. ليه؟ عشان انا النجم الجديد اللي انتوا بتدوروا عليه. انا الموهبة المدفونة في اعماق البحار وانتوا هتصطادوني. لكن انت متأكد انك تعرف تمثل؟ ستوبيد. لعلمك
اخر جواب جالي من المؤسسه العامه لمترو جولدن ماير بيقولوا فيه انهم هيقفلوا لو انا ما تعاونتش معاهم. ولو تعاونت هيقفلوا برضه. غير شركات فوكس ودوجز وبوكس. ودوجز وبوكس دول يبقوا ايه؟ اسكت انت يا جاهل. لكن احنا نعرف منين انك فنان موهوب؟ عايزين تشوفوا ايه؟ غنى، رقص، تمثيل، طبيخ، انا تحت امركم. انا افضل انه يغني احسن، ايه رايك يا تشكوف؟ شنفنا. مبروك مبروك عليكم. انا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. واقفة لوحدك ليه؟ اشتاق البيت، طول ما الناس دول موجودين. معاك حق تتضايقي. أنا مش عارفة إزاي انخدعت في حب وانشغلت بسنين دي كلها. لأنك حبيتيه بقلبك بس. سامحيني إذا كنت اتحشرت في اللي ماليش فيه، لكنهم كلمتين اسمعيهم من عابر سبيل مش هتشوفيه تاني. عايز تقولي؟ لو حاولت مرة واحدة تحكمي عقلك وتاخدي رأيه في حبك، أكيد كان هيقولك على حاجات كتير. اولا كان قالك على حقيقه مهمه جدا، هي ان سامي واد هايف ما يسويش ركله. وثانيا كان هيقولك مين هم الناس اللي بيحبوك باخلاص ووفاء، مين هم الناس اللي بتبسطهم كلمه منك وتفرحهم نظره من عينيكي. تقصد مين؟ مراد. مراد؟ ايوه. وعرفت منين؟ اللي اتحرم من الحب يحس بيه اكتر من اي انسان تاني. غريبه، اللي يسمع كلامك ما يصدقش انك لابس الهدوم دي. قبل ما البسها كنت زي بقيه الناس، ليه عينين بتعشق وقلب بيحب، كنت بصر عد النجوم زي اي عاشق في الدنيا. وهي كمان كانت بتحبني وبتفرح لما تشوفني، وزي كل مره قبل ما نروح اتفقنا على ميعاد جديد. واستنيت لكن ما جاتش، وفات يوم واتنين وقلت اروح عند بيتها يمكن اقدر اشوفها واطمن عليها. في نفس الليله عرفت ان اهلها رفضوني وجوزوها للتاني لسبب واحد بس، وهو ان انا فقير والتاني غني. انا بركب الاتوبيس والترماي وبفرح لما انزل قبل الكمساري ما يحصني، وهو بيركب عربيه اخر موديل. حسيت وقتها اني ضعيف واني لازم اكون غني، اغنى من جوزها عشان اشعرهم بالندم. لكن ازاي ده يحصل؟ ازاي ده يحصل؟ ازاي ده يحصل؟ ميرسي.
فين؟ هطلع المرتبة دي السطوح، أصلها مليانة أكلان. اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب، اللهم ذنبك ايه؟ حظك هو اللي كده. الحظ في رأيي مجرد شماعة يتعلق عليها فشلنا واعملنا الوحش. في ظروفك اللي حكيتها لي ايه اللي كان ممكن تعمله؟ حاجة واحدة بس، يا ان افكر بعقلي قبل قلبي، وده اللي عاوزك تعمليه قبل فوات الاوان. افتحي له قلبك وعمرك ما هتندمي. ٣٥١٧ انا خايف عليكم مات. ها كده يبقى استريحنا من اعمق ابتسامة على وجه الارض. مين نام نام. بس المصيبة لو في المحكمة يحسبوه علينا بلنت ويدونا 25 سنة اوانطة. ماله ده يا ابني متلقح كده ليه؟ والله يا حاجة هو قال لنا هيعسل شوية، قلنا له اتفضل، ومن ساعتها ما قامش. ان شاء الله ما قام كده. طب 3517 3518 3519. يا معلم خلف قلبك رحمة، ده ربنا ما يرضاش بكده. امال يرضى انك تصرف فلوسك على الستات لغاية ما تفلس وتستلف من الرجالة؟ يا سيدي كل واحد بيغلط. كنت فاكر نفسك يا رمية. ليه كده؟ صحيح حاج انك في سن مراهقة ومش بخطرك. اي نعم، انما موكلي ذنبه ايه؟ انت اخدت الفلوس وكتبت الشروط، واحنا النهاردة بقى بنقول لك يا تدفع يا ننفذ الشروط. تحب افتح لك الشنطة وفرجك على امضائك تاني؟ يمكن تكون ناسي. وعلى رأي المثل ان كنت ناسي افكرك، يا ما كانتش كاتبة سهرك.
الكلام اللي سمعته ده صحيح يا حاج؟ كتر خيركم، انا عملت حسابه وحصل. انا بقول يا معلم نخلي القانون هو اللي يتكلم. سامعين ولاد الابلسه؟ المساندات دي مش لازم تخرج من هنا. طب والعمل؟ انا اقول لك تعمل ايه. ودواء 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 ودواء. الله، ايه اللي بتعمليه ده يا حجة؟ بعد عشرة العمر اللي بعتها ما بقاليش عيشة معاك. ارحميني يا حجة وكفاية لنا فيه. وليه انت ما رحمتش بيتك وولادك؟ ليه بعتنا للي يسوى واللي ما يسواش وعايز تبهدلنا في الشوارع؟ بقى ده كلام، عندك حق في كل اللي بتقوليه وانا استاهل اللي بتعملوه فيا، لكن هتسيبيني لمين؟ للي صرفت عليهم تعبك وشقاك يا حج يا امير، يلي عمرك ما سبت السبحة من ايدك. تاني السبحة؟ فين سمسم ابن اخويا؟ مين؟ تزن فيسة. يا خبر اسود، الواد مش عارفني، انتوا عملتوا فيه ايه؟ استاذ متولي قول اي لماضة. انا بقول اننا نسيب البيت ده ونتوكل على الله احسن. استاذ رجب هيتشكوك، ارجوك اعمل معروف، خليني امثل، طلعني السلم، لمعني، صنفرني صنفرني. طمن، احنا خدنا اسمك وعنوانك وان شاء الله لازم نجيبك عندنا. انا نفسي نجيب كمان عمه والجدع اللي معاه ده. يلا بينا يا معلم لحسن عيني بترف. مستعجل ليه يا معلم؟ احنا مهمتنا انتهت خلاص، وقد اعذر من انذر، بس احنا نفسنا ندردش معاكم شويه. وليه لا، ندردش قوي، ندردش معاهم يا عمي ارجوك، احسن بعدين يزعلوا وما يشغلونيش في السينما. قلنا ما احناش فاضيين. اعمل معروف يا عمي اعمل معروف. قلنا هندردش يعني هندردش. القانون يحتج. انا بقول احسن نشيل القانون من الموضوع. نشيله. القانون يحتج. نزلوني نزلوني يا جماعة. الأستاذ لماضة متعلق من وسطه وانتوا ساكتين. وعايزنا نعمل ايه يعني؟ مش بتقولوا عاوزين تدردشوا؟ واحنا لقينا الموضوع اللي ندردش فيه ولا دردشناش. انا لقطة، انا قنبلة الموسم، انا اعنف ابتسامة على الشاشة. مدام انتوا مستعجلين ومش فاضيين نخليها الوقت تاني. ولا تاني ولا تالت. سلام عليكم استاذ لماضة. البيت بيتك يا معلم، خليك مستريح للصبح. انا مش هرتاح الا ما اشوفك واقف في المحكمة ومسك حديد القفص بايديك واسنانك. عنواني معاكم، انا لقطة ما تنسونيش. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يسامحكم. ولا يهمك، بعد دقيقة واحدة هتلاقيهم جايين هنا يترجوك عشان تنيمهم. وعرفت منين؟ ما تعرفش انا مكشوف عني الحجاب. بركاتك يا شيخ رمضان. المهم ازاي الحال مع الحاجة؟ ما فيش فايدة، ناوية تسيب البيت وتمشي. اذا كان كده يبقى عن اذنكم انا هلعب الشويتين بتوعي. الله 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 الله، بقى ده اسمه كلام برضو يا حاجة. فين الايمان امال؟ بعد اللي حصل منه. انت نسيت ان ربنا غفور رحيم. انعم واكرم بالله. امال مزرجنا مع الحاج ليه؟ حد يصدق اللي عمله ده؟ انا معاك انه فصل بايخ وسخيف حبتين، لكن اهو كل واحد بيغلط، المهم انه يتوب. طلع راجل عينه فارغه ويكون ايه ده جنب بقيه الرجال. قصدك ايه؟ انا اعرف رجاله كل ليله مع واحده شكل. يا لهوي، وعلى ايه نروح بعيد؟ انا قبل ما اتعين في نادي الشاويش مجاهد كنت بداوب في السنه الواحده رزمه حريم. يا مصيبتي. ده غير دستتين احتياطي. تلاقيك ما كنتش بتتعب في الفلوس اللي بتصرفها عليه. بالعكس يا حاج، انا طول عمري راجل عصامي، بدات من الصفر. يا سلام. تصوري حضرتك ان انا بدات حياتي تمرج في مستشفى، وقبل ما اكمل شهرين في الشغل كان عندي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ وجبتهم منين؟ بعت المستشفى باللي فيه، عيانين دكاتره تمرجيه ما خليتش. يا خبر مش فايت.
بعدها بشهرين عملت عملية مع ناس خواجات، إنما كانت حاجة هايلة. عملت إيه؟ بعت الهرم وأبو الهول كمان، بعتهم لواحد أمريكاني سايح قابلته بالصدفة والله العظيم. الراجل كان طيب ومهاود ومريحني قوي قوي. لدعت منه $10,000 $10,000 كاش. مرضتش اسيبه، قلت اديله الهرم الصغير كمان، ليه لا، مادام الراجل مهاودني ومريحني. كانت ايام ارزاق. فضل ربنا يفتح عليا من هنا والشغل يزيد من هنا ولي سنين. وبعدين؟ لحد ما كنت مسافر اسكندرية. ده يا سلام، يا سلام، حتة طابور انما ايه؟ اكسرة، الواحد مش حاسس انه راكب خالص. طبعا يا حضرتك، انا بأشرف على صيانة القطارات بتوعي بنفسي. حضرتك مهندس؟ لا لا، مهندس اكبر بكتير، انا مساهم في السكة الحديد. لكن السكة الحديد دي الوكيل تبع الحكومة. لا، ما احنا مسامين من زمان. انت ما سمعتش عن عيلة ابو حديد؟ اسمع كتير. ما دي عيلتنا. وسموها ابو حديد نسبة للسكة الحديد. قلت لي، وفين العيلة بقى دي الوكيل؟ في باب الحديد. عين. انا ورثت عن المرحوم الباشا والدي 6 قطارات، 4 بالفحم و2 بالديزل، وده واحد منهم. وبلا جف يا بقى يا بيه، هيكسبوك كتير. 5,000 جنيه في المتوسط في السنة. اهدى اهدى. سنة ايه؟ في الشهر. يا ليلة مطينة الطين. وبالرغم من كده ناوي تبيعهم خلاص. ليه؟ كفى الله الشر. اصلي ورثت عن مامي منجم بن في البرازيل، ولازم اسافر عشان اطحن البن، ما حدش يطحنه لنا. يا ترى بقى عايز تبيع القطر بجد ايه؟ والله يا حضرت، اهم حاجة عندي اني انفذ وصية المرحوم الباشا والدي. وايه بقى وصية المرحوم الباشا؟ الله يرحمه، قبل ما يموت قال لي: يا ابني، اذا فكرت تبيع القطارات لازم يكون مشتري من اصل طيب، يقدر يخلي باله منهم وما يخليهمش محتاجين القطارات حد تاني، لان الزمن وحش، الزمن غدار. سعدت البيه، انا ابقى بحميد ابو مطاوع عمد الطحنشة، راجل طيب وبصوم وبصلي واعرف ربنا. اهلا وسهلا، انت بتقول الحاجات دي ليه؟ عايزك تتكرم عليا وتبيع لي قطر ولا 2. ارجوك يا عمدة ما تحرجنيش. طيب يا سيدي، ادي 5,000 جنيه تحت الحساب. بس ما تحرجنيش يا عمدة. يا راجل خد يا شيخ، اتكل على الله. ألف مبروك. الله يبارك مبروك. فيك. الله يبارك فيك. ألف مبروك. خد. متشكرين. يعني قبضت منه؟ اللي قبضت منه دي 5,000 جنيه، ورقة تنطح ورقة، وهي دي كانت المصيبة. لازم طلعوا مزورين. يا ريت. أمال إيه؟ العمدة طلع ضابط مباحث. إيه؟ ايوه جاي. ايه على فين يا معلم؟ ممكن ننام للصبح. ممكن مش ممكن ليه؟ اتفضل. عودة اعنف ابتسامة على الشاشة. اتفضل. ربنا ما يحرمك من اللي انت فيها يا رب. نمت يا رمضان؟ انا بفكر في منى ومراد. يا سلام، قد ايه الحب لذيذ قوي يا اولاد. وانت شعبان؟ انا بفكر في الحج والحجه.
تعرفوا لو راجل دفتك بصحيح ما ينامهاش زعلانه الليله دي. يا اخوانا فكروا شويه في المهم. قصدك ايه؟ معلم جابر وفرقته. مش اما يناموا زمانهم دلوقتي في سبع نوم. طب يلا بينا. يلا. عملته ده مش كان بيكح قدامكم؟ الشنطة الشنطة الشنطة. دي الابلسه مستر هيتشكوك. انا اعنف ابتسامه على الشاشه. حلو قوي الحركه اللي انت عملتها دي. اعملها ست سبع مرات لغايه ما تتعود عليها. شعبان اولها سن.
انت كريم يا رب. خلاص يا حاج، ما انتش مديون بحاجه لحد دلوقتي. لا يا ابني، واروح فين من ربنا؟ انا هديله فلوسه والربح الحلال، انها بقى حسب كيفي وقت ما انا عايز. القانون يحتك. اتلهي واقطع خنس، خربت بيتي بالجنون بتاعك. خلاص يا حاج، ادفع اللي انت عايز تدفعه. احنا برضه اصحاب وكنا مع بعض عيش وملح. مستر هيتشكوك، ارجوك اكتشفني اعمل معروف. انا اعمق ابتسامة على الشاشة. يا ريتني ما تشوفه يا استاذ شعبان وتريحه. يا ابني 100 مرة قلت لك اطمن، هنجيبك عندنا باذن الله. صحيح. روق وانا هريح. تعال. يلا نرجع البيت يا انكل. متهيألي مش هنلحق. انت جيت يا عسكري يا عبد الحفيظ؟ جيت على الصوت. والعربيه كويسه يا عسكري يا عبد الحفيظ؟ كويسه على الصوت. طيب خليك هنا اما اشوف ولادي الابالسه دول. حاضر على الصوت. اتفضل يا رجب بيه. انتوا ماشيين يا انكل؟ ايوه. ومش هترجعها تاني؟ لا، دي اخر مره. ليه؟ اصل عندنا شغل في حته بعيده قوي. طب تعالوا تاني بعد ما تخلصوا شغل. هتكون فاتت سنين وسنين ومش هيبقى فاضل من كل واحد فينا غير اسمه. امال فين انكل رمضان؟ عايز اشوف. رمضان اجازته خلصت وسبقنا على الشغل. يا خساره، كان نفسي اسلم عليه. واحنا كمان، بس ما لحقناش.